السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن كأس بلاي ستيشن من فورتنايت، بطولة جديدة وعليها جوائز مجانية. فقبل ما نبدأ المقطع، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعم المقطع بلايك. خلينا نبدأ بالتفاصيل. هذه ثالث مرة وهي تتكرر البطولة هذه، اللي هي بطولة كؤوس بلاي ستيشن من فورتنايت في 11 فبراير. جوائز البطولة هذه حتكون نقدية، يعني دولارات، يعني فلوس. قيمة الجائزة 107,000 دولار. هذه هي البطولة. طيب خلينا نتكلم على شروط البطولة ونظام البطولة. اولا، ما تقدر تلعب البطولة هذه الا اذا كان عندك بلاي ستيشن 4 او 5. حقون البي سي ما يقدر يلعبوا. في طريقة واحدة انك تلعب، انك تحط حسابك البي سي في البلاي ستيشن وتلعب البطولة. نظام البطولة حيكون سولو، يعني فردي. ركزوا معايا، نظام البطولة سولو يعني فردي، تمام؟ البطولة هذه تتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى يوم 11 فبراير، تلعب 3 ساعات أو 10 مواجهات، تمام؟ يختاروا من كل سيرفر 100 شخص يتأهلوا للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية يوم 12 فبراير، وحتلعب 6 مواجهات فقط لا غير. طيب حيجيني سؤال، وهذا السؤال دائما يجيني، يقول لي كيف أعرف نفسي أني أنا تأهلت أو لا؟ لاحظوا معايا، أنا سويت لكم المربع البرتقالي ده. أولا، الخانة الأولى ما عليها قفول، هذه 11 فبراير. مجرد أنك أنت تأهلت للمرحلة الثانية يوم 12 فبراير، هتلاقي القفل هذا اللي مقفل تلاقيه مفتوح. إذا لقيته مفتوح تعرف نفسك أنك أنت تأهلت. إذا لقيت القفل هذا موجود تعرف أنك أنت ما تأهلت، فالله يعوض عليك. فهمتوا كيف؟ طيب خلينا نتكلم على جوائز البطولة. عندكم هنا أوروبا وامريكا الشرقية وامريكا الغربية والبرازيل، اللي يربحوا 64 شخص. الأول ياخذ 1200 دولار، والثالث والثاني حياخذ 1100 دولار، والثالث 100,000 دولار. عندك لين 51 إلى 64 ياخذوا 200 دولار، تمام؟ طيب عندكم جوائز أوكيانوسيا والشرق الأوسط. الأول 650 دولار، عندك من العاشر إلى العشرين 200 دولار، يعني اللي يربحوا 20 شخص. فأنت حاول أنك تلعب حق أوروبا أفضل لك، لأنه نسبة الربح فيها أعلى، يعني 64 شخص، فهمتوا؟ أما حقون الشرق الأوسط 20 شخص اللي يربحوا. بس إذا أنت لعبك على قدك ألعب الشرق الأوسط، إذا أنت لعيب ألعب أوروبا، لأنه حقون أوروبا لعيبة، تمام؟ طيب خلينا نتكلم على نقاط البطولة. الانتصار الملكي عندك 30 نقطة، الثاني 25 نقطة. طيب كل تصفية عندك نقطة واحدة، هذه في الجولة الأولى. إذا أنت تأهلت للمرحلة الثانية، الجولة الثانية كل تصفية فيها نقطتين، تمام؟ طيب قواعد البطولة، لازم تكون مسوي المصادقة الثنائية. إذا أنت منت مسوي المصادقة الثنائية أو ما تعرف تسويها، أنا حطيت لكم رابط أسفل الفيديو. الرابط هذا شرحت فيه كل شيء بالتفصيل. صراحة المقطع شوية طويل، بس بيّنت فيه كل شيء، كيف تفتح حساب جديد، كيف تربط حسابك بالإيبك، كيف تسوي المصادقة الثنائية، كيف تفتح حساب في الإيبك، كيف تسوي التويتش، كيف تربط حسابك في التويتش، ومسويه على أجزاء. يعني مو ضروري أنك تشوف المقطع كامل، أنت شوف نظام المصادقة الثنائية، إذا أنت مفعلها فعل، إذا أنت ما فعلتها فعلها. فهمتوا كيف؟ طيب آخر شيء حبين لكم أوقات البطولة لكل سيرفر. أنا سويت لكم إياها بطريقة حلوة عشان الكل يعرفها، تمام؟ حاولوا انكم تصوروها عشان تعرفوا الاوقات ولا التواريخ متى، تمام؟ كده وصلنا لنهاية مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.